بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان اليوم راح ارجع اشرح لكم موضوع الجرافس، وراح نجي نشرح موضوع الخوارزمية البي اف اس اللي هي مختصر لكلمة او جملة breadth first search. طيب اذا تذكرون بالجراف، نرمز للجراف بحرف جي اللي هو يعطينا فقرتين الفي والاي. الفي قلنا هي الفيرتيسيز، مفردها فيرتكس العقدة او النود او البوينت شو نريد نسميها، والاي اللي هي الاجز اللي هي الروابط اللي تربط ما بين الازواج. من عندي اني زوجين او عقدتين اربطهن بجسر برابط بلينك، نطلق عليه اسم ايدج. اوكي، فمثل ما قلت لكم a set of v، مجموعة ال v اللي هي الفيرتيسيز العقد، ومفردها يكون فيرتكس. هاي الفيرتكس المفرد، وهذه الفيرتيسيز اللي هي الجمع مالتها. اما ال e فهي تكون من ضمن الايدجز اللي تربط ال v مع ال v، يعني الرابط ما بين الفيرتكس والفيرتكس الاخرى هو يكون ال e الايدج. اوكي، وطبعا قلنا ال undirected graph، عندي انواع من الجراف الدايركتد والاندايركتد. زين الاندايركتد جراف يكون الجي في اوف اي والايدج هي مجموعه الاي تتضمن ان اوردر بيرز اوف فيرتيسيز. يعني عندنا عدد الايدجز اللي موجوده يكون هو بيج او اوف في سكوير، مربع الايدج. هذا هو خلينا نقول الاساسيات اللي خاصه بالجراف بصوره سريعه نمر عليها. الادجسنسي ماتريكس هنا طريقه لتمثيل الجراف بالكمبيوتر. الطريقه اللي هي اسمها ادجسنسي ماتريكس ريبريزنتيشن، تمثيل بطريقه الادجسنسي ماتريكس. نسوي مصفوفه بها العقد بالاعلى والعقد بالجانب. اوكي، اذا كان اكو رابط بين هاي العقده وزميلتها نعطيها واحد، اذا ما كان رابط نعطيها شنو؟ صفر. فتلاحظ مثلا هذا الرسم بين الواحد والاثنين اكو رابط، فبين الواحد والاثنين خلينا واحد، بين الاثنين والواحد ماكو رابط، فبين الاثنين والواحد ماكو رابط خلينا صفر، وهكذا. اذا تلاحظون التكلفة مال الخزن مالتي في هذا المصف في هذا الطريقة هي في سكوير، اللي هي مربع عدد الفيرتيسيز اللي عندي، لأن هنا أنا عندي أربعة وهنا أربعة، فأربعة في أربعة راح يعطيني ايش قد؟ 16 فيرتكس، اللي هي هاي يحسبوهن 16 مربع عدد الفيرتيسيز. هاي الستورج اللي نحتاجها حتى نخزن هذه المصفوفة مالتي. طبعا إذا تلاحظون هنا المصفوفة مالتي مو تناظرية. إذا تذكرون من المرحلة الأولى كان اكو فشيء اسمه التناظر. تناظر يعني شو اقصد؟ يعني من أجل خط هنا ألاحظ الجزء المثلث الفوق هذا ما يشبه المثلث الجوه. من يقدر يقول لي ليش ما يشبهه؟ فاطمة ماجد سمعيني هسه. بس jknode@yahoo.com الصوت مفتوح عندك، بس الغي المايك صوتك دا يطلع عندي. jknode@yahoo صوتك دا يطلع عندي، بس اقطع المايك مالتك. تسمعني ولا جي كي؟ جي كي
مدى زماني. اوكي حيدر ماشي. فمن يقول لي ليش هذه متناظرية؟ ليش متناظرية؟ ها ليش هذا الفوق ما يشبه الجوة؟ الجواب الفوق ما يشبه الجوة ليش؟ لأنه هذا الجراف هو دايركتد جراف، يعني هذه الإج هي من الواحد لاثنين، بس هي مو اثنين للواحد. لو كانت من اثنين من واحد، مو من واحد لاثنين ومن اثنين للواحد اللي هي undirected graph، فصير تناظرية، يعني واحد اثنين عليا واحد، واثنين واحد هم يكون واحد. هاي شو وقت إذا كانت undirected، لكن بما أنه هي directed فشو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي أنه صارت متناظرية. هذا السبب أنه الماتريكس ماتي متناظرية. طيب انتقل للفقرة اللي بعدها. هذا طريقة ثانية ل representation للجراف مالتي، اللي هي طريقة الادجسنسي ليست. تلاحظ الادجسنسي ليست عبارة عن شنو؟ لستة. أقول الادجسنسي مال النود الأولى هي 2 و3، يعني النود الأولى مرتبطة بالاثنين والثلاثة. الادجسنسي مال الاثنين المرتبط باثنين هو منه بس الثلاثة، يعني شوف الاثنين رايحة بس للثلاثة. الواحد رايح للمن؟ الاثنين وثلاثة، الواحد رايح للاثنين ورايح للثلاثة. اوكي الثلاثة ما رايحة، شوف الثلاثة ما رايحة لأي واحد. الأربعة رايحة بس للثلاثة، الأربعة رايحة بس للثلاثة، وهكذا. اوكي؟ هاي الطريقة الثانية اللي هي الادجسنسي ليست. هاي هي طريقة تمثيل الجراف. إذا تذكرون عندي فشيء اسمه السبانينج تري. السبانينج تري وهو عبارة عن سب جراف نرمز للتي اوف undirected جراف، من undirected جراف اللي هو الجي في اي. ايش وقت نطلق عليه سبانينج تري؟ اذا كان الجي اف ات از ا تري شجره and consist every vertex of G، يعني لازم تكون شجرة بيها كل الvertices اللي موجودة، كل الvertices اللي موجودة. تلاحظ هسه هذه شنو؟ هذا graph، هذا spanning tree من الgraph. شلون spanning tree؟ تلاحظ الA موجودة، الB موجودة، الC موجودة، D موجودة، الE موجودة. اوكي وهي اذا شوفها شنو؟ هي تري. يعني شنو تري؟ يعني مرتبطة بعضها في بعض، ماكو فد نود مفصولة، لازم كلهن مرتبطات مع بعضهن بعض. وهاي نفس الحالة وهاي نفس الحالة. الفرق شنو؟ الفرق انه انا قاعد اخذ مجموعة من الايدجز من الجراف الاصلي بحيث يكون لي التري جديدة. اوكي ويكون عدد الايدجز اللي عندي هو n ناقص واحد. يعني هنا عندي A B C D E، ايش قد عددهم؟ 5. عدد الاجزاء اللي موجوده هو 4. شباب بس رجاء رجعنا نفس المشكله، JK نود. بس المايك طفي لي، JK نود. اوكي يلا اوكي هسه راح منه. طيب فهذه هي فكره السبانينج تري، انه احنا ناخذ نفس النوتس اللي موجوده بالجراف الاصلي وناخذ n ناقص واحد من الايدز نربط بها النوتس، صارت عندنا سبانينج تري. اوكي هذا لمن؟ هذا لل unweighted جراف، يعني الجراف المبي اوزان. للجراف البي اوزان زين نفس الفكرة، لكن في حال أخذنا هنا إذا تلاحظون هذا spanning tree 1 spanning tree 2 و spanning tree 3، ذولا كلهم spanning tree اللي عندي اللي ماخذيهم من الجراف الأصلي، إيش بيهم؟ إلهم نفس الويت. ليش؟ لأنه كل إج إيش قد الويت مالتها؟ هنا هذا unweighted graph، فالويت مال كل إج هو 1. فإذا جمعنا 1+1+1+1 ايش قد يطلع؟ يطلع 4.
فهنا أربعة هنا أربعة هنا أربعة اللي هو الويت مال الجراف كله. أوكي في حال محمد حسين علاوي عيني بس طفينا المايك بلا زحمة عليك. أوكي فهنا في حال عندي ويتد جراف راح الأرقام مال كل إج الوزن مالتها راح يختلف، وحدة خمسة وحدة أربعة وحدة ثلاثة، صح لو لا؟ زين هذا الويت من ناخذه احنا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ويت، فكل تري من التري اللي اخذها في كل مره راح يطلع عندي ويت مختلف. فاذا حصلت اني اقل ويت ممكن للجراف ككل راح نطلق عليه اسم مينيمم سبانينج تري، يعني السبانينج تري اللي بيها اقل وزن ممكن. فهسه عرفنا شنو المينيمم شنو السبانينج تري وعرفنا شنو هو المينيمم سبانينج تري. طيب شوفوا هذا اللي الويتد اذا كان انويتد هذا الويتد، لاحظوا هذا الويتد جراف طلعنا ان هذا التري الويت مالتها 74، هاي تري ثانيه الويت مالتها 71، وهذا التري الثالثه الويت مالتها 72. منو اقل وحده؟ ال 71، لذلك سميناها مينيمم سبانينج تري. طيب هذا ايضا مثال اخر اذا شوفوا اللي تحمل المينيمم سبانينج تري هي التري هي السبانينج تري اللي تحمل اقل وزن ممكن، يعني هذا سبانينج تري هذا سبانينج تري وهذا سبانينج تري وهذا التري الاصليه كل وحده لها وزن لكن هذه الوزن مالتها اقل وحده لذلك سميناها مينيمم سبانينج تري. هنا ايضا اذا تلاحظون نفس الفكره عندي. طيب بالجراف اهم فقره عندي انه شلون اسوي عمليه سيرشنج، شلون اوصل الى من نود الى نود اخرى او شلون استكشف النودس اللي عندي باسرع وقت ممكن وبافضل طريقه ممكنه. يعني ممكن الجراف مالتنا نعتبره شنو؟ نعتبره مجموعه ابراج انترنت، نعتبره مجموعه ابراج اتصالات، نعتبره دول وبيناتهم اتصال، نعتبره اي شيء. فاحنا المهم عندنا جراف اللي هو يرمز لاي شيء ممكن. اوكي؟ شلون اقدر اتنقل خلال هذا الجراف واسوي عمليه سيرشنج او اكسبلورنج داخل هذا الجراف؟ وحده من العمليات او الخوارزميات اللي ممكن اسوي بها هذا العمل لعمليه الاكسبلورر، يعني الاستكشاف، يعني شلون اوصل الى كل النوتس اللي عندي الى كل الفيرتيسيز باسرع وقت وافضل طريقه ممكنه. راح نستخدم بها شنو؟ بي اف اس، هذه الخوارزميه. ايش نحتاج بها؟ نحتاج بها وان فيرتكس ات ا تايم، يعني نحتاج بها في كل مره فيرتكس وحده اكسباند فرونتير of explored vertices across the path of frontier. اوكي شلون راح نقدر نبني مالتنا الجراف او عمليه الاستكشاف مالتنا للجراف؟ اي نعم فاطمه مسجله، هذه مسجله ان شاء الله. اوكي بالبدايه ايش راح نسوي؟ راح نقول pick a source vertex to be a root، راح ناخذ اي vertex عندنا تصير هي السورس مالتنا، هي المصدر، هي نقطة الانطلاق، هي الستارتنج بوينت مالتنا. وبعدين نسوي عملية فايند أو ديسكفر، يعني شنو؟ استكشاف لمن؟ إلى تشيلدرن، للأطفال مال هذه الفيرتكس. وبعدين لمن؟ إلى الأطفال مال أطفال الفيرتيسيز ذني. وهكذا، يعني شلون كأنما ننتقل من جيل إلى آخر. الفيرتكس الرئيسية راح نبدي بيها، نروح نستكشف اولادها، بعدين ذولا الاولاد نستكشف اولادهم، بعدين ذولا الاحفاد نستكشف اولادهم وهكذا. خلينا نشوف الخوارزميه مالتي شلون راح تشتغل.
هنا ايش راح نسوي؟ راح نعطي فالترميز للخوارزميات مالتنا او للعفوا للفيرتيسز مالتنا باستخدام الكولرز الالوان. فراح انطي لون ابيض، هذا راح يكون رمز لل الفيرتيسز اللي بعدني انا ما مستكشفها، اللي ما واصلها يعني have not been discovered، بعدني ما مستكشفها. بالبدايه راح اخلي كل الفيرتيسز لونهن ابيض، يعني كلهن ما مستكشفن هاي شو وقت بالبدايه. عندي لون جراي راح يكون المن للفيرتيسز اللي discovered بس شنو not fully explored، يعني بعدني ما مخلص شغل وياهن، يكون لونهن جراي. They may be adjacent to white vertices، يعني ممكن يكون إلها أبناء لونهن أبيض، فبعدني ما مخلص شغل بيهن، فيكون لونهن جراي. أما البلاك فهن الفيرتيسز اللي شنو استكشفتهن، واستكشفت كل أبنائهن، فلذلك يعني خلصت شغل من يمهم، فيكون لونهن أسود. أوكي، شو راح نسوي؟ راح نجي هنا أنا. اوكي راح ارجع بالنهايه على اسماءكم واسجل اللي ما موجود. اوكي، فاللي يدخل من جديد يكتب لي اسمه. طيب لاحظوا وياي يا اخوان، هالخوارزميه اسمها بي اف اس، احتاج بيها جي اللي هو الجراف، والاس اللي هو السورس نود، يعني نقطه البدايه. قلت لكم اني بالبدايه هذا الفي اقصد بها الفيرتكس الاعتياديه، الفي الكبيره اللي هي كل الفيرتيسز اللي عندي. فاقول هنا لكل لكل في كل فيرتكس من الفيرتيسز الكامله، المجموعه الكليه مال الفيرتيسز، ففي دي هنا ايش نقصد بها؟ اقصد بها ديستنس، يعني انا ايش قد ابعد عن المصدر، اوكي، من السورس مالتي ايش قد مسافتي. فتكون بالبدايه كلهن مسافتهن انفينيتي، يعني او صفر كيفنا، يعني لان بعدني ما مستكشف، اوكي، ما واصلهن، فخلي الدي مالتهن انفينيتي. بعدها راح يكون البي مالتي، البي اللي اقصد بيه البيرنت اللي هو الاب، الاب مالتهن نول غير معروف بالبدايه. والفي كولر لونهن وايت، فكلهن امشي عليهن اقول الديستنس مالتهن، المسافة اللي يبتعدن بيها عن السورس هو ما لا نهاية، البيرنتس مالتهن نل غير معرف، والكولر مالتهن وايت. بعدين ايش راح اسوي؟ راح اجي هنا راح اقول له الاس مالتي، الاس قلنا هو من هو؟ هو السورس نقطة البداية، تكون الديستنس مالته صفر، يعني ايش قد يبعد عن نفسه؟ يبعد عن نفسه صفر لان هو اصلا السورس. لونه جراي، لونه رصاصي، ليش؟ لانه اني اوكي وقفت عليه بس بعدني ما مستكشف ابنائه، فلونه جراي. وعندي كيو، الكيو مالتي هاي الكيو راح استخدمها بالخوارزميه مالتي، راح ادخل بيها الاس. هذه كلها شنو نسميها؟ الانيشيلايز تو اس، يعني نقطه الانطلاق مالتي السورس، راح اسوي هاي الخطوات لها. فبالبدايه كلهن قلنا سوينا اعطيناهن ديستنس انفينيتي، بيرنتس نول، والكولر وايت. بعدين للنقطه البدايه اللي هي السورس نود، الديستنس صارت صفر لان تبتعد عن نفسها صفر، والكولر مالتها جراي، والكيو الاس مالتي خليتها بداخل الكيو مالتي. طيب هسه ايش راح اسوي؟ راح اقول له while الكيو not empty، ما دام الكيو مالتي ما فارغه ايش راح يسوي؟ يو تساوي هنا فد متغير اسمه يو، هذا اليو شنو؟ اسوي دي كيو للكيو، يعني العنصر اخر عنصر موجود عندي او اول عنصر عندي بالكيو شو يسوي له؟ طلعه من الكيو. ليش قلت اول عنصر ما قلت اخر عنصر؟ لانه دائما اول عنصر يدخل من الكيو هو اول عنصر يطلع، اول عنصر يدخل بالكيو
هو اول عنصر يطلع. تخيل الكيو مثل البوري مال المي، فاول واحد يدخل من هالجهه هو اللي يطلع من الجهه الثانيه لان مفتوح من الجهتين. طيب من اطلع العنصر من الكيو، هذا العنصر وين تكون قيمته؟ تكون قيمته باليو. فمنو اخر عنصر كان موجود عندي؟ هو الاس، فاطلع الاس واخليه باليو، فاليو مالتي منو صارت؟ صارت الاس. هنا يقول فور ايتش في تنتمي الى يو ادجسنت. يعني شنو يو ادجسنت؟ يعني اليو مالتي منو اليو قلنا؟ هي الاس صارت مو صح؟ فالاس دوت ادجسنت يعني العناصر او النوتس المرتبطه هنا الفي التنتمي الى. يعني شنو؟ يعني كل الفيرتيسيز المرتبطه بالاس مالتي ايش راح اسوي لها؟ اذا كان لونها ابيض حولي لونها الى جراي، والديستنس مالتها هي اليو دي زائد واحد. اليو دي ايش قد مالتي؟ قلنا حاليا اليو مالتي هي الاس نفسها. الاس دي ايش قد؟ الاس دي مالتي صفر، شوفوها صفر. فصفر زائد واحد واحد. واليو الفي بي البيرنتس مال هذين النوتس يكون هو منه اليو اللي هو قلنا منه حاليا اللي هو الاس. فكل الادجسنت اللي مرتبطه بالاس راح يكون لون هنا جراي، الديستنس مالتهن واحد، وشنو البي مالتهن يعني ابوهن راح يكون منه؟ راح يكون الاس. وش اسوي؟ اسوي ان كيو هذان العناصر اللي كانن هن ابناء الاس ادخلهن بالكيو. اوكي ارجع من جديد وين؟ للواير. هل الكيو نوت امتي؟ نعم الكيو نوت امتي. ليش؟ لانه ابناء الاس دخلن بيها. اوكي يدخل من جديد يطلع واحد منهم ويستكشف ابنائه، وهكذا يظل الى ان يخلص. يبدي شنو؟ يبدي واحد واحد يسوي لونه شنو؟ بلاك. يعني الاس قبل شويه من خلصته اسوي لونه بلاك واطلع اشيك الكيو من جديد، واظل استمر بهذه العمليه الى ان اخلص. هذا هو مختصر لي خوارزميه البي اف اس. خلينا ناخذ مثال ونشوف الخوارزميه شلون تشتغل عندي. اتذكروا بالبدايه ايش راح نسوي؟ راح كلهن نسوي لونهن ابيض ويكون الديستنس مالتهن شنو؟ نول انفينيتي، والبيرنتس نول، والكلر وايت. الكلر وايت الاب نول وانفينيتي، والسورس مالتي راح يكون صفر الديستنس اللون جراي، وادخل السورس مالتي بالكيو. خلينا نجي نشوف. هاي عندي جراف، هذا عندي جراف. بالبدايه سويت كلهم، سويت الديستنس مالتهم انفينيتي وكلهم لونهم ابيض، وكلهم منو الاب مالتهم؟ نل، ماكو اب لهم. اوكي منو عندي هسه راح يكون الستارت نود مالتي؟ الاس. هذه هاي نقطه البدايه. خلينا نجي نشوف. سويت الاس مالتي قلنا الديستنس صفر، اوكي الاب مالتها هي نول ما بها، ما عندها اب لان هي الاب الرئيسي. اوكي واللون جراي ودخلناها وين؟ بالكيو. هسه ايش راح نسوي؟ راح نستكشف منو ابنائها؟ ابنائها الار والدبليو. فالابناء ايش راح تكون؟ راح تكون الديستنس مالتهم هي الديستنس مال الاس زائد واحد، فهنا راح يكون شنو؟ واحد وهنا واحد، يعني صفر زائد واحد واحد. فالديستنس مال الار والدبليو واحد. لونهن راح يكون جراي. وابوهن منو؟ ابوهن الاس. ويدخلن وين؟ يدخلن داخل الكيو. والاس شوف راح يصير هنا. باوعوا. لونهن جراي، ديستنس واحد، اوكي دخلناهن بالكيو، والاس مالتي صار شنو؟ صار لونه بلاك وطلعناه من الكيو. اوكي هسه راح نجي ناخذ منو؟ ناخذ الدبليو. هذا الدبليو
ناخذ ابناء، منو ابناء تي والاكس؟ ايضا الديستنس مالتهم راح يكون الدبليو زائد واحد اللي هي راح يصير اثنين، ولونهن راح يكون جراي. اوكي، وابوهن راح يكون الدبليو، والدبليو نطلعه ويصير لونه اسود، وندخل التي والاكس هنا. لاحظوا صار اثنين، دخلناهن هنا، طلعنا الدبليو صار لونه اسود. هسه منو عندي بالكيو؟ الار. وين الار؟ هذا الار. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ابن الار منو؟ الفي. فالديستنس مالته راح تكون ايش قد؟ واحد زائد واحد اثنين، راح يكون اثنين، ويكون الار لونه اسود وهذا يكون لونه جراي. اثنين لونه رصاصي وهذا الار لونه اسود، ودخلناه وين؟ دخلناه بالكيو مالتي، هذا هو الفي. هسه نرجع من جديد، منو التي؟ وين التي؟ هذا التي. منو ابناء التي؟ لاحظوا احنا بالشرط ايش قلنا؟ كل ابنائه اللي لونهم ابيض. اوكي، التي عنده ابناء اثنين، اليو والاكس، لكن الاكس لونها جراي فما اخذها، اخذ فقط اليو. اوكي، فاليو راح يكون الديستنس مالتها ثلاثة. لاحظوا اليو الديستنس ثلاثة، لاحظوا الاكس ما اشتغلنا عليها، ليش؟ لان الاكس لونها جراي، احنا نريد بس اللون ابيض. صارت ثلاثة، ادخلها ايضا، هذه صار لونها اسود تطلع. ارجع وين هسه للاكس؟ وين الاكس؟ هاي. منو ابناء الاكس؟ ابناء الاكس الدبليو والتي والواي، لكن الدبليو لونه اسود، التي لونه اسود، فقط منو؟ فقط الواي لونه ابيض، فاخذ فقط الواي. راح يكون الديستنس مالت هالواي ايش قد؟ ثلاثة، ولونها جراي وابوها الاكس. اوكي؟ هذا الشكل. هسه راح اجي منه ارجع على الفي، اشوف انه الفي شبيهة ما عندها ابناء، فمباشره اسوي لونها اسود واعوفها. بعد اليو، هاي اليو ايضا ما عندها ابناء، اقصد ما عندها ابناء لونهم ابيض. اوكي، ما عندها ابناء لونهم ابيض، فايضا اسويها لونها اسود واطلع. والواي نفس الحاله، لاحظوا الفي سوت لونها اسود، هسه اليو صار لونه اسود. منو بقى عندي؟ بقى عندي فقط الواي، هذا الواي لون اسود. ارجع من جديد على الواي اللي مالتنا، ما دام الكيو شنو؟ نون امبتي. هسه الكيو صارت امبتي، فاذا خلص عندي شنو؟ خلص عندي الخوارزميه، خلصت عندي، خلص عندي الاستكشاف، استكشفت كل هذني الكبار. لاحظوا هذا الجراف، بعدين نعدل عليه بالخطوة الأخيرة الجراف حتى ينطيني تري بالشكل التالي. طبعا هاي الخوارزمية مرة ثانية اللي يحب يستذكرها، إذا تتذكرون الرننج تايم مالتها هو شنو؟ في زائد اي، لأن أنا راح استكشف كل الفي وكل الاي، لذلك الرننج تايم مالتها هو الفي زائد اي. هاي الخوارزمية مالتي، من خلال هاي الخوارزمية اقدر احصل على اليمن. هذه طبعا تفاصيلها شلون تتم عملية الحساب مالتي للرننج تايم. انا يهمني انه بس اعرف انه رننج تايم هو في زائد اي. هاي الصورة النهائية للبيرث فير سيرش، وهذا هاي التري مالتي. لاحظوا السورس صفر، ذني واحد الليفل، شوف الليفل واحد، ذني الليفل مالتهم اثنين، وذني الليفل مالتهم ثلاثة. قلت لكم هذا الرقم هو الديستنس، يعني شنو؟ يعني هي المسافة اللي اقطعها حتى اوصل للسورس. واحد اثنين ثلاثة، لاحظوا من هنا واحد اثنين ثلاثة، فعلا ثلاثة. هذه ايش قد تستغرقني؟ اثنين، واحد اثنين. اذا هذا الشكل النهائي للجراف مالتي. ليش قلت له بالخوارزميه انه البيرنتس مالته هو فلان؟ حتى من اجي ارسم هاي الخوارزميه اعرف هذا الاثنين ابن الار
له ابن ال W، هذا ال X ابن ال W له ابن ال R، فمن أقول له ال parents مالتك W فيرتبط بال W، ال T ال parents مالته W يرتبط بال W وهكذا. طيب هاي هي خوارزمية ال BFS أو ال Birth First Tree، Birth First Search. هاي هي ال Birth First Tree، التري اللي طلعت لي منين؟ من خوارزمية ال Birth First Search. طيب نرجع للخوارزمية مالتنا. هذه هي الخوارزمية مالتي.